انا نظن ان ممكن نشاهدهم، خاصه كاين نقطه ايضا حبيت نركز عليها في الطرابلس القادم، 23 لاعب يعني تقريبا 8 لاعبين راح يكونوا من هذه القائمه غايبين، وممكن حتى لاعبين اخرين اللي ما شفناهمش هل راح يكونوا حاضرين في طرابلس القادم؟ المنطق يقول لا، لانه يعني لو كان يتكل عليهم كان يعتمد عليهم في هذا اللقاء. باش نكمل، المدرب هضرها البارح في لاكونفيرونس دو براس قال لك لي بلاس يعني سون شير اللي حاب يكون دابور يفو في الشامبيونه في الكلوب تاعو يبين بلي راه مليح، وقال لك مام كيجي في لونترينمون ثاني كيبين على المكانه تاعو. وي شوف شوف سكي سيغ فاهم سيكو هذا المدرب شحال جاب 31 31 لاعب هادو نحملهم 3 غارديان دو بيت وليت بليسا وراحوا واللي جاهم بليسي كيما بوداوي وراح وبالناصر بون انا تعرف وراح تما ديجا عندك عندك ديجا في 5 جوار شوط عندك 26 جوار دو شون حراس المرمى عنده زوج مدربين ما نضرش يدخل روحه في حراس المرمى يدير كونفيونس برارما وفي مسعي يخيروا الحارس الاساسي اليوم ولو انه امس شغل لا بارلي ديريكتومون قال لهم اون فاي لارجيغ لا ليست دي غارديان دو بيوت يعني اني باس بنبوط لم نشاهد ايه معليش نروحوا دوكا لي 26 جوار دو شون شحال يوتيليزا في لي دو ماتش يوتيليزا 18 19 تقريبا الباقي شافهم في التدريبات شافهم قدامه الى اون ايماج عليهم شاف بوتيتر كو يا دي جوار كي نون با ايتي كونفينكون في لونترينمون ما عطاهمش لا شونس اليوم ما تقدرش جو بونس با انا شخصيا ما نظنش باللي كاين لاعب يشوفوا المدرب يطير كيما يقول لك بالعاميه في لونترينمون وما يعطيكش لا شونس ابار الا ما يحبكش وهذا ما شكيتش ما يحبش الناس باسكو جديد ما عرف حتى واحد دونك اوتوماتيكمون كاين بعض اللاعبين اللي ما لعبوش كاين منهم الحراس الذين يمكن ان يستدعيهم بيتكوفيتش في تربوسات القادمه ميتو هل نمتلك حراس في اعلى مستوى هل نمتلك حراس افضل من الذين نعتمد عليهم حاليا انا شخصيا مانيش نشوف حارس كساسوا في يعني. فكساسوا دائما تكلمنا هاد الثلاثه اللي موجودين حاليا هم الافضل هم الافضل اكيد هم ربما اوكيجا اذا عاد عن قراره عاد لما قرار الاعتزال به مع ماتس لو كان يتراجع الاعتزال هو كان اعتزل شو اوكيجا كاعتزل نتفاهموا تيو توب دو تا فورم توب دو توب تجي لا سيليكسيون تدي ماتش سور 15 ستاج اه سي سي با اكسبتابل حتى المباراه حنا كنا نلعبوا هذاك الوقت المباريات الوديه باش نربحوا ونبينوا بلي حنا فور وحنا دائما نربحوا وما دخلنا فيها حتى ما خرجناش منه اليوم من هذا لو كان كنا نمدوا الفرص كان ممكن انه اوكيجا يلعب مباراه اثنين ثلاثه اربعه انت دير دو ماتش تلعب دو ماتش في ليسباس تاع كات جور هذاك هذا مثلا مباراتين في حارس حارس وغير العديد من اللعب حكم الوساطير لو يشوف فيها بوتيتر هو الوساطير حكم ماندي حكم ما تقدرش تبدل 11 طبعا ماندي ابراهيمي بن طالب لي جوار ديكسبيريونس اللي كانوا في المنتخب ولعبوا المباراه الاولى كاساسيين بنزا واسمه بنجاح في اللقاءين اساسيين دونك لا كولون فيرتيبرال تاع ليكيب ما قاسهاش بزاف قارداها مي بصح بدل باش يشوف نتوقع عودة اوكيجيا حنا كنا نلعبوا برك ب 14 جوار ممكن عودة اوكيجيا وباش نعود للسؤال تاعك انا شخصيا واش راني نشوف مقابلات هنا في البطوله الوطنيه ولا البطولات خارج الوطن مانيش نشوف حارس اللي نقدروا بار كونتر انا مندريا انا شخصيا مالغري كو هاد اللقاءين ونا اونكيسي 5 بوت في لاكوب دافريك هو اللي كان حارس وكيسينا ثاني 5 بيت في كوب دافريك كان واحد زوج 5 كات بيت اه فوالا وكان ناري ديسيزيف في كوب دافريك راني معاك مي بار كونتر ما شفناش هاد الاهداف كاع ما شفناش خطا فردي تاعو انا شخصيا ملي راهو حارس في المنتخب الوطني فيها ما يسالش موتيفياسيون هذيك راك تعرف ميدو سي ديفيسيل اي شوف هو هذاك لو روبون واعر باش انا نذكر بان لم نشاهد بنبوط مع المنتخب الوطني مازال ما شفنا بنبوط مازال ما داش الفرصه انا راني نهضر على مونديريا بنبوط مازال ما شفناه زغبان عرفوه قبل المباراه تاع البارح زغبان كيفاش تحول من حارس رابع فهمتك قبل كان حارس ثاني وبنبوط اللي كان حارس ثالث
نورمالمون انت كي دير لي ارارشي تاع لي غارديان ديالك تقعد تبع كيما راهي تمشي مونديريا برومي ماشي هكذا ميد بول حيت نحا بومبو دوزيام غارديان مي اسكو يا دي تروك لي كانو ماشي شكون اللي جاب باسكو لو ترينر دي غارديان لي كان كان خدم مع زغبه في الصيف بيتيتر الا افونتاجي بارابور البومبوت انا جلو دي نورمال ياك ما كانش ماشي طيرونا الريسان انا جلو دي نورمال عادي بيتيتر كو افونتاجا وبالك وكي كي راك تهضر ومام بالعيد نورمالمون بالعيد اللي يلعب ماشي مداني غيس دار مداني اي فوالا علاش عادي نورمال معليش معليش مازال نشوفوا سيدي ماتش اميكو حبيت نقول لك مونديريا مونديريا انا شخصيا نشوفوا سي كالكان غارديان دو بوت اللي عمر لي بوت يجو با غير في لالين تاعو اللي جان انا نحس باللي كاع 16 متر سيكونت اللي اون كونفيونس يخرج انا شفت حاجه شويه ناقص فيها هضرت هذه خطرا لو جوبي بالك اللي با على زاك في رجلو يخدم مي شخصيا والله ماني مقلق على الفريق الوطني في غارديان دو بوت باسكو البارح كان عنده سؤال فريق المدرب طرحوه له في لا كونفيرونس دو بريس قالوا له كيسينا بزاف لي بوت كذا اسكو راك تخمم تجيب غارديان واحد اخر عائلة هاك دائما تنبدلوا لا ديفونس نبدلوا الغارديان نزيد نوسع نزيد نشوف نزيد نشوف من حقه يزيد يشوف لما يتحدث عن توسيع قائمة حراس المرمى فهو ليس راضي عن هؤلاء وشاف وهذا إلى أسيد ماتوريتي ديكسبيريونس وخدم في ليليت بيان سور ماشي في الأونيفو برك في ليليت خدم في لاتزيو خدم في وكان عنده حارس مميز في سويسرا سويسرا كان عنده غارديان اليوم هاد ستاج لا في كونفيونس الناس اللي كونفوكات لي غارديان مي اليوم راه شاف التربص القادم التربص القادم جو بونس كيل فاس ميلي بالضبط ثاني في الخيارات تاع حراس المرمى ها ال فاس ميلي باسكو انت انا اليوم كانت هناك الكثير من النقاط الايجابيه وكانت هناك نقاط سلبيه مثل ما ذكرت انت منذ قليل لاعب مثل بالعيد كان يمكن تجربه في هذه المباراة لأنه أكثر خبرة في المنتخب الوطني من مداني كان يستحق أن تعطى له الفرصة بحكم خبرته الإفريقية معليش هذه المرة أعطاه الفرصة المداني المرة القادمة نريد أن نشاهد بالعيد لأننا نعاني في تعاني لازم تلقى الحلول في وسط في الدفاع نعم. عندك جوان دي ماتش أوفيسيال سبتمبر أكتوبر نوفمبر لي 4 بروشان لي 4 دات في الفريق عندو في 2024 كلها مباريات رسميه ما عندكش الوقت الهامش للتجريب tu vas faire des risques avec tu vas prendre des risques انك تسيت لاعب انا كي هضرت على مدرب الحراس ماش نهضر على برارما هنايا ولا على مشي مي هذايا يفاسمي لي بروشان ستاج باسكو اليوم شاف وهنا جو بونس با كاين اونترينور يخدم باش يولي اي ناخب وطني يدخل روحو في لوشوا تاع النيميرو تاع غارديان نو ماش نهضر على النيميرو ان باك مام على بارابور لا ليست دي لا ليست دي غارديان ديكلاراسيون ديالو عندها واحد 600 سونس قالوا فيه كي يقول لكم فا ايلارجير سي كو جو سوي با ساتيسفي Et je vais revoir d'autres choses.